في بحث علمي اتعمل في جامعة ميتشيغان بالولايات المتحدة الأمريكية بيقول إن نقص فيتامين د بيسبب إن الأطفال لما يوصلوا لسن المراهقة بيبقوا أكثر عدوانية، وبيبقوا معرضين للاكتئاب، لأمراض زي الاكتئاب والفصام ومشاكل نفسية كتير جدا. البحث ده أثبت إن الأطفال وهم صغيرين لو ما أخدوش فيتامين د كفاية، الموضوع مش بس بيبقى يعرضهم لخطر هشاشة العظام أو يعرضهم لخطر التعرض لمرض السكر لو عندهم تاريخ عائلي في الإصابة بالسكر، لا الأكتر من كده، إما بوصلوا سن المراهقة بيبقى نسبة حدوث الأمراض النفسية زي الفصام، زي العدوانية، زي حاجات كتير نفسية زي الاكتئاب، التوتر النفسي، الكلام ده كله، القلق والكلام ده بيزيد عند الأطفال اللي بياخدوا اللي ما أخدوش فيتامين د أو عندهم نقص فيتامين د أو ما بتعرضوش للشمس كويس أو ما بيهتموش بالأكلات اللي فيها فيتامين د زي المكسرات زي الحاجات اللي فيها فيتامين د. فإحنا بننصح الأمهات ما تتجاهلوش فيتامين د لأطفالكم، عشان فيتامين د زي ما قلنا لكل الحاجات دي، بالإضافة طبعا أهميته للقلب، للمناعة، أهميته لتقليل التعرض للموت المفاجئ، التصلب المتعدد، حاجات كتير جدا فيتامين د بيخش في معظم الأمراض بصفة عامة. تمام.